يفتتح وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية عدد من المساجد بالمحافظة، ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسلنا وليد هيكل. وليد، يعني ما هي تفاصيل لديك بشأن هذا الحدث؟ نعم، بالفعل من خلال شاشة النيل للأخبار نتابع معكم افتتاح مسجد المرحوم عصمة السادات بمحافظة المنوفية، وتحديدا قرية ميت أبو الكوم، مسقط رأس الزعيم والرئيس الراحل أنور السادات. المسجد بالفعل يأتي افتتاحه وبعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفة تقدر بنحو 3 ملايين جنيه وعلى مساحة 400 متر تقريبا. كذلك هذا الافتتاح يأتي في حضور معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة والسيد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية. لكن مزيد عن هذه الافتتاحات وافتتاح مسجد المرحوم عصمة السادات، يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. سيادة وزير الأوقاف، تفتتح وزارة الأوقاف اليوم 32 مسجدا على مستوى محافظات الجمهورية تتنوع بين الوجهين القبلي والبحري، كذلك منها 2 هنا في محافظة المنوفية، دلالة ذلك معالي وزير الأوقاف؟ أولا يعني أنت تعلم أن في هذه الفترة كثفت وزارة الأوقاف جهودها في العناية ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى مبنى، سواء في عمليات الإحلال والتجديد والصيانة. والحقيقة يمكن كنت اليوم مع سيادة المحافظ هنا مسجد يشغل أهالي المنوفية جميعا، وهو مسجد سيدي خميس، واتفقت مع السيد المحافظ على بدء الأعمال فيه خلال الأسبوع القادم على نفقة وزارة الأوقاف. ومن حيث المعنى، سواء من حيث الأئمة وتأهيلهم، ثم إن الحقيقة اليوم رسالة إضافة إلى الرسالة العامة في اهتمام الوزارة بالمساجد، الدعوة التي تلقيتها من معالي وزير المحافظ سيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون لهذا المسجد يقينا له دلالة. نحن في مسجد الرئيس الراحل محمد، في مسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كل من قدم للوطن الوطن ينظر إليه بعين التقدير. ما جئنا اليوم مع السيد المحافظ إضافة إلى ما نقوم به أصلا في رسالتنا الطبيعية يحمل أكثر من رسالة، الرسالة بالاهتمام بالمساجد، وهذه رسالتنا الأولى، أيضا رسالة الوفاء لكل من أعطى لهذا الوطن، فالوطن لا ينسى أبناءه والأوفياء مهما تعاقبت الأجيال. وإن شاء الله بإذن الله نحن سنكمل المسيرة، وكما أكدت بنزف بشرة اتفقنا مع السيادة المحافظ عليها، وهي بدء الأعمال في مسجد سيدي خميس خلال هذا الأسبوع من خلال المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وعلى نفقة الأوقاف، ومستمرون بفضل الله في عمارة بيوت الله مبنى ومعنى، لأن احنا بنأكد الخطاب الديني هام جدا. زي ما وضحنا النهاردة، هتحاول بعض الناس تستغل الفهم الخاطئ للدين وتاخد المتغيرات تنزلها من ذات الثوابت. لما تحدثنا النهاردة عن عملية تنظيم الإنجاب أو العملية الأنجابية، أكدنا أن ده ليس من الأمور الثابتة القطعية كالصلاة والصيام التي لا تتغير ولا تختلف باختلاف الزمان والأحوال، وإنما هي قضية متغيرة. لما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدد الناس قلة، وفي الجزيرة العربية شاسعة الأطراف، كان يحثهم على النسل، فإذا كسر النسل النبي نبهنا صلى الله عليه وسلم، قال ستكون كسرة كخساء السيد، فليس حكما ثابتا ولا قطعيا. لكن عشان نطمن الناس، لم يقل أحد من أهل العلم ممن يعتد بآية بحرمة عملية التنظيم على الإطلاق نهائيا، بل كل أهل العلم على أنها عملية حلال لا حاجة فيها على الإطلاق، وبل ان احنا بنقول في واقعنا الراهن تتجاوز القول بالحل الى القول بالضرورة. كل شكر حضرتك سيادة وزير الاوقاف، وبالانضمام للحديث مع السيد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية. سيادة المحافظ، ربما في غضون اشهر بسيطة تأتي زيارة ثانية لمعالي وزير الاوقاف بعد افتتاح مسجد منذ ما يقرب من 3 اشهر، والان افتتاح مسجد جديد هنا على ارض محافظة المنوفية. مدى التعاون المثمر بين محافظة المنوفية ووزارة الاوقاف في بناء وتشييد المساجد وكذلك الاحلال والتجديد؟ اولا بنرحب الاول بالاستاذ الدكتور فضيلة الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف على ارض محافظة المنوفية العريقة وفي قرية ميت ابو الكوم، مسقط رأس الزعيم الراحل محمد انور السادات، وافتتاح النهاردة المسجد وتطوير مسجد المرحوم عصمة السادات. بيشرفنا دايما معالي الوزير وبينورنا في المحافظة وبيلبي كل طلبات المحافظة، والنهاردة عرضت عليه مشكلة مسجد سيدي خميس، لبى تماما هذا الطلب وكلم الوزارة، وبإذن الله سيتم العمل في مسجد سيدي خميس الأسبوع اللي جاي إن شاء الله بإذن الله. طبعا المسجد ده بنشكر القائمين على هذا المسجد وعلى تطويره، و
كل شكر لحضرتك سيدة المحافظ السيدة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية. إذن زميلي العزيز بالفعل كانت هذه هي أبرز افتتاحات اليوم لمعالي وزير الأوقاف هنا على أرض محافظة المنوفية. وكما ذكرت لك سلفا أن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 32 مسجدا على مستوى محافظات الجمهورية تتنوع ما بين الوجهين القبلي والبحري. إليكم في الاستوديو. شكرا لك زميل وليد هيكل، كنت معنا مباشرة من محافظة المنوفية.